بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيفكم يا سابع؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا استفدتوا في الحصة الماضية من درس مخارج الحروف. اليوم إن شاء الله عنا درس التلاوة سورة ياسين من الآية رقم 1 إلى الآية رقم 12. الآن رح نستمع إلى هذه الآيات من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما قد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. إذن هذه الآيات من سورة ياسين. الآن المطلوب منا في هذا الدرس، طبعا هي عبارة عن درس تلاوي اللي هو أتلو وأطبق، يعني مطلوب منك أنك أنت تتدرب على تلاوتها وتطبق الأحكام التي تم أخذها سابقا، وهي مخرج القاف والكاف. طب خلينا نراجع مخرج القاف والكاف، إيش حكينا عنهم؟ إنهم بيخرجوا من وين؟ من اللسان. طب اللسان وين مجاله؟ وين موضوع هذا اللسان؟ أقصى اللسان. ممتاز. طب أقصى اللسان وين موجود؟ هو أبعد نقطة في اللسان. طيب الآن عندنا عند أقوم تعلمي وأدائي مطلوب منا أتلو الآيات الكريمة من سورة ياسين مراعيا ما تعلمته عن مخرج أقصى اللسان، وأحرص على نطق حرفي القاف والكاف من مخرجهما. وين مخرجهم؟ هو أقصى اللسان. ثم املأ الفراغ بأربع كلمات ورد فيها أي من الحرفين في الجدول. تمام، حاطين لنا في الجدول بدنا كلمات نستخرج الآيات تحتوي على حرف القاف وكلمات تحتوي على حرف الكاف. تمام، يعني هون حرف القاف وهون نكتب حرف الكاف. طيب خلينا نرجع سوا للآيات. طيب الآية الأولى ياسين فيها حكم ما فيها؟ والقرآن الحكيم. إذا عندنا والقرآن الحكيم، عندنا حرف القاف شفتوه، وعندنا حرف الكاف. إذا هاي صار عندنا كلمة هون وكلمة هون. إذا عند حرف الجدول بتحط القرآن عند حرف القاف والحكيم عند حرف الكاف. كمان عندنا يا مس لتنذر قوما، قوما شو هن؟ عندنا حرف القاف. تمام، شو كمان في عندنا؟ حق كمان القاف، في عنا القول كمان عنا حرف القاف، صح؟ طيب خلينا كمان ندور هيك صار عنا أربع حروف أو أربع كلمات من حرف القاف. بدنا الكاف، عنا الذكر، صح؟ تمام، شو كمان عنا؟ كريم. ممتاز. طيب ضل بدنا كلمة كمان، إيش هي؟ ونكتبه. هاي هيك صار عنا أربع كلمات تحتوي على حرف الكاف. ممتاز. طيب الآن السؤال الذي يلي: اكتب في الصورة الآتية موقع خروج حرفي القاف والكاف. لو تلاحظ الصورة الأولى بتبين لك شكل اللسان من الأمام، يعني من عندك انت هسه وانت هيك. فإيش بيكون عندنا؟ اول اشي بننطق حرف الكاف ولا القاف؟ ننطق حرف الكاف. هون إذا نحط كاف وهون نحط قاف. تمام،
طب الشكل اللي وراء بده يكون العكس، لأنه هذا معطيك اللسان من جوا، يعني شكله من جوا. هون بده يكون حرف القاف وهون حرف الكاف. تمام، واضح يا مس؟ إن شاء الله تكون استفدتوا. نلتقي إن شاء الله في حصة قادمة.